لكم إلى جائزة الإذاعة والتلفزيون في مجال الشريط الوثائقي أسامة عبد العزيز من جمهورية مصر العربية. فليتفضل مساعد الأمين العام للجامعة العربية دكتور أبيض عمي لأيضا يشارك في تقديم الجوائز. وصلنا إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة والتي حصل عليها من جمهورية مصر العربية محمود حيلة. ومن العراق ليث الأيوبي. سلام الله عليكم، سلاما بنكهة بغداد تحتفي بكم وبدفء حضوركم، ولأن بغداد في عرشها هذا تكرم المبدعين العرب والعراقيين، كان لابد لها أن تستذكر قامة مسرحية هائلة التأثير والإنجاز من الجزائر الحبيبة بلد المليون ونصف المليون شهيد، الفنان الأستاذ المرحوم محمد بن قطار الذي رحل عن عالمنا قبل 42 يوما، وقد وجهت له الدعوة من وزارة الثقافة العراقية وقبلها بفرح غامر، لكن قضاء الله لا رد له. الشيخ المسرحي بن قطار 50 عاما من المسرح، كتابة تمثيلا إخراجا مع إدارته المتميزة للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتار في الجزائر العاصمة لفترة طويلة. آخر ما قدمه في بغداد مسرحية العيطة في عام 1985. حقيقة كلفت من وزارة الثقافة العراقية باستلام التكريم نيابة عن الراحل، لأنني عملت معه في المسرح الوطني الجزائري منذ عام 2007 إلى 2011 ممثلا ومخرجا، كان أبا لي وسندا، ولم ينس بغداد طرفة عين، وفي كل دورة من دورات المسرح المحترف في الجزائر كان يقول لي: يجب أن يشارك العراق بمهرجاننا كي يعطيه نكهة وبصمة وتزداد قيمته. وفعلا ظلت الفرق العراقية المسرحية رغم كل الظروف تشارك هناك بدعوة كريمة منه ومن السيدة خليدة التومي وزيرة الثقافة الجزائرية. ترجل الفارس بن قطار، لكن طيفه الآن عندنا مكرما في عرس بغداد عاصمة للثقافة العربية. سادتي سيداتي، سأحرص على إيصال هذا التكريم لعائلة الشيخ بن قطار ولوزارة الثقافة الجزائرية. رحمك الله أستاذي
سلاما جزائر، سلاما عراق،